بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين، آمين. واليوم المجلس الثاني بعد 400. كنا أخطأنا في رقم مجلس، لأن أنا ما كنتش عديت المجلس اللي هو فيه الورقة الإضافية، فكنت أظن أنه كان امبارح يبقى 401، لكن في الحقيقة امبارح 400 يعني، فامبارح يبقى 401، والنهاردة المجلس الثاني بعد 400 في هذا الكتاب المبارك. اليوم في ما زلنا في النوع 46 في أساليب القرآن وفنون البليغة، وفي أسلوب التقديم والتأخير، وله أسباب. النوع الأول السبق، والسبق له أسباب، 25 سبب ذكرهم. احنا النهاردة نتكلم عن 25 الأخير، ثم ندخل في النوع الذي يليه بعد السبق. 25 رعاية الفواصل، كتأخير الغفور في قول العفو غفور، لأن العفو أوسع من المغفرة. لكن هنا ليه قدم العفو بالرغم انه اوسع واخر المغفره؟ علشان يراعي الفواصل، لانها نهايه الفواصل بالراء، بالواو والراء. وقوله وكان رسولا نبيا، مع ان النبوه قبل الرساله، واضح. والنبوه اعم من الرساله، لان كل الانبياء، ليس كل نبي رسول، فالرسل مخصوصين من وسط الأنبياء، لكن كل رسول نبي. فهمت بقى؟ فكان لو هي المسألة كده كان يقول وكان نبيا رسولا، يبتدي الأول بالعموم وبعدين الخصوص. لكن هنا قال وكان رسولا نبيا، مراعاة أيضا للفواصل. وإن كانت القاعدة في علم البيان تأخير ما هو الأبلغ، يعني الأعم، يعني الأبلغ هنا هيبقى هو الأعم يعني، فإنه يقال عالم نحرير وشجاع باسل وسبق له نظائر. وإن كان رعاية الفواصل هو سبب ضعيف في السبق، إلا أنه أحيانا يكون هو الوحيد لما تقعد تفكر، واخد بقى؟ أحيانا، لأن ممكن يكون السبق ليه عدة أسباب في الموضع الواحد، فانت هنا بترجح ايهما؟ اذا كان احد هذه الاسباب ارجح تقدمها، اذا كانت متساوية تذكرها كلها، اذا كانت بغير معلومة تقول الله اعلم، ومن قال لا ادري فقد افتى. وكقوله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ولو قال صلوه الجحيم لافاد المعنى، ولكن يفوت الجمع. مش واضحة كلمة يفوت الجمع دي، مش واضحة مقصده ايه، مش فاهمة. وقيل فائدة الاختصاص، ده اللي انا افهمه على طول، انه لما قدمها اراد الاختصاص. الجحيم صلوه، يعني خصوه صلة في الجحيم، فهي يراد بها الاختصاص، فده الاوضح. وقوله ان كنتم اياه تعبدون، ما قالش تعبدون اياه، فقدم إياه على تعبدون لمشاكلة رؤوس الآية. تنبيه، التنبيه ده مهم جدا، علشان مش كل واحد يجي يقول إن أنا عندي وجهة نظر أخرى في سبب هذا الكلام غير الزركشي، زي ما ساعات أنا بقول كده، لأن هو بيقولك إن دي ليست الكلمة الأخيرة، دي محاولة للتذوق، وأنت حاول تفهم وتذوق كما شئت، بشرط ألا تخالف إجماعا أو تأتي بتذوق يؤدي إلى تناقض مع آية أخرى.
فهمت بقى المسألة؟ ادي الحكومة. فبيقول ايه؟ قد يكون في كل واحد مما ذكرنا من الأمثلة سببا فأكثر للتقديم، فإما أن يعتقد إعادة الكل هي إرادة، فإما أن يعتقد إرادة الكل، أنا مكتوب عندي إعادة فصلحها إرادة. في حد عنده مكتوبة إعادة برضو؟ صلحها إرادة أحسن. فإما أن يعتقد إرادة الكل أو يرجح بعضها لكونه أهم في ذلك المحل، وإن كانت الأخرى أهم في محل آخر، وإذا تعارضت الأسباب رعي أقواها، فإن تساوت كان المتكلم بالخيار في تقديم أي الأمرين شاء، والخيار هنا يتم على تذوق كل إنسان، فتذوقك يختلف عن تذوقي، وفهمك يختلف عن فهمي وهكذا. يعني أنا قصدي إن الكلام ده لا إلزام فيه ولا قواعد علمية مستقرة، ولكن دي أمور تذوقية، واضح؟ ليست قواعد علمية مستقرة، مش زي علم النحو مثلا، قواعد مستقرة، الفاعل مرفوع، ما ينفعش تجيب لي الفاعل وتقول لي أنا هنا إيه؟ أنا عايز أنصبه هنا، ما ينفعش. دي قواعد مستقرة، كل فعل يبقى مرفوع. إلا بقى لو جت علة تانية، إيه سبق حرف جر إيه زائد؟ يوم ينشغل بحركة حرف الجر الزائد، زي ما جاءنا من نذير. هي جاءنا نذير، نذير ده فاعل، لكن تقول من نذير أول كسرتها بالرغم انه فاعل، ليه؟ انشغل بقى بحركة حرف الجر الزائد، هي اصلها ما جاءنا نذير، مش كده برضو؟ طيب الآية بتقول ما جاءنا من نذير ولا بشير، مش كده برضو؟ يعني كسرها هو بالرغم انها فاعل يا اخي، ليه؟ لان حط حرف جر زائد اللي هو من، والمن ده يطلب كسر اللي بعديه، فانشغلت بايه؟ بالكسر. عشان كده لما تيجي تعربها تقول ايه؟ من حرف جر صلة او زائد. في القرآن نقول عليه صلة، ليه؟ تنزيها للقرآن ان يكون فيه زائد، لانه هو زائد من حيث النحو، لكن له معنى من حيث ايه؟ البلاغة. وبعدين تيجي تقول نذير ايه؟ فاعل مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها انشغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. شفت بقى الكلام؟ فاهم؟ يبقى هي أصلا النذير دي كان حقها تبقى فيه ضمة، بس الضمة بقت مقدرة. ليه مقدرة؟ لأن كل فاعل لازم يبقى مرفوع. طب ليه احنا قدرناها؟ لأن الفاعل مرفوع. وطب ليه ما ظهرتش؟ انشغل المحل الضمة بحركة حرف الجر الزائد. فهمت الإعراب؟ عشان كده انت ممكن ايه تلغزها، تقول له هات لي في القرآن او مثال الفاعل فيه مجرور، يقول لك يا معقول؟ لا مش معقول يا شيخ، قول كلام غير ده. تروح جايب له الحتة دي، ايه تقوم ايه تبين له ان الإعراب له لطائف، يعني حتى في الإعراب فيه لطائف. فهمت؟ النوع الثاني بعد ما قال السبق بقى هيتكلم على النوع الثاني، مما قدم والنية به التأخير، حط فيها واو والنية، لأن المخطوطة فيها بالواو، جم المحققين شالوا الواو، مع أن لو شلت الواو يتأثر المعنى. قالوا مما قدم النية به التأخير، دمها تقيل، مما قدم، مع أن المخطوطة فيها الواو، هم شالوا الواو، شغلوا عقلهم فإيه خربوا المعنى. الثاني، النوع الثاني، مما قدم والنية به التأخير، وأنا لو هعنون العنوان ده كنت هقول وإيه ورتبته التأخير بس، وخلصت. قدم ورتبته التأخير، زي المفعول، المفعول به متأخر، رتبته متأخرة عن الفاعل. طب إمتى قدم المفعول به على الفاعل؟ الخبر متأخر عن المبتدأ، طب إمتى قدم الخبر على المبتدأ؟ يبقى رتبة الخبر التأخير، أروح مقدمه. فهمت بقى ازاي؟ وعلشان كده لو العنوان كان يبقى ايه؟ ما مما قدم ورتبته التأخير، كان يبقى اوضح. واضح؟ فمنه ما يدل على ذلك الإعراب كتقديم المفعول على الفاعل في نحو قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هنا ايه؟ فاعل. شوف خليناه في آخر خالص، مع ان الفاعل يا اخي عمدة الكلمة، رحنا مؤخرين، العمدة خلينا في الآخر. فهم؟ طب ليه بقى؟ علشان تقديم اسم الجلالة وتشريفا، إنما يخشى الله
بدل ما يقول إنما يخشى العلماء الله، حتى الله تقديما لعلو رتبته من حيث إيه؟ من حيث المقام، لا من حيث الوقوع في الجملة. فهمت بقى إزاي؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتقديمه هنا أفادنا حاجة تانية مفيدة جدا، إن العلماء لا يخشوا إلا الله. إنما لو قال إنما إيه يخشى العلماء الله، يعني قد يقتدي إنهم بيخشوا حاجات تانية معاه برضو. لكن يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، بل العلماء لا يخشوا إلا الله، ويأخذ بقى ولا يخشون أحدا إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، مش كده برضو؟ ولن ينال الله لحومها ولماؤها، لحومها برضو فاعل، وقدم إيه أخرها، وقدم لفظ الجلالة الله. وعشان كده تقول لفظ الجلالة مفعول به، ما تقولش الله مفعول به، عيب عيب. لما تيجي تعرف تقول لفظ الجلالة الله، يعني اللفظ نفسه هو اللي مفعول به، اللفظ نفسه. إنما الله ما يصحش تقول مفعول به. فهمت ازاي؟ شفت الأدب، لازم نتعلم الأدب يا أستاذ. وإلا لو قلت الله مفعول به يجي لك واحد وهابي يقول لك كفرت، ويحل دمك، ولو كان داعشي ومعاه مسدس يطخك على طول كده. فماش داعي، حافظ على نفسك يا ابني، احنا بقينا في زمن التكفير بقى ايه سهل بقى بالكيلو. وقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، شفت إبراهيم هنا ايه لفظ إبراهيم هنا مفعول به، لأنه هو الذي وقع البلاء عليه، مش كده؟ واللي قائم بالبلاء مين؟ هو ربه الفاعل القائم بالابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ونحوه مما يجب في الصناعة النحوية كذلك، ولكن ذلك لقصد الحصر. يبقى تملي ما يقدمه ما كان رتبته إيه التأخير، يقدم ما كان رتبته التأخير، يبقى مقصده هنا الحصر. كويس؟ كتقديم المفعول كقولي أفغير الله تأمروني أعبد. أفغير، غير هنا هي المفعول. أفغير الله تأمروني أعبد، يعني جاب المفعول حتى في أول الجملة قبل الفاعل وقبل الفعل وقبل كل حاجة. إيه ده؟ عشان إيه؟ يبين الاختصاص. زي برضو ما يقول قل الله أعبد، يعني لا أعبد سواه. لكن يقول أعبد الله وممكن حاجات تانية، لكن يقول الله أعبد يعني لا شريك له، لا معبود معه أبدا، هو بس اللي تمحضت العبادة له. فهمت؟ فكل الحاجات اللطائف اللغوية دي كلها تاخد بالك منها، لأنها ليست موجودة إلا في اللغة العربية. في اللغة العربية، ولك أن تفخر أنك بتعرف اللغة العربية وأنك بتتكلمها، دي لغة تستحق الفخر. فهمت؟ مش دلوقتي ايه يتكلم في وسط كلامه كده يفخر انه بيقول لك كلمتين انجليزي على كلمة فرنساوي، بيفخر. تقول له لك الحق ان تفخر، فخر هنا، واخد بالك يا اخي؟ الجراحين دول يا اخي الفاظهم وحش، معلش حكم مهنتي، معلش. يعني انت الحقيقة تفخر باللغة العربية، فإذا تكلم بغير اللغة العربية ويقصد الفخر فقل له ولك الحق أن تفخر، أنت في خرى. فهمت إزاي؟ أن تفخر يعني إيه؟ أنت في خرى. فهمت؟ يلا بقى ما يجرش حاجة. كتقديم الخبر على المبتدأ في قوله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، هي حصونهم مانعتهم، مش كده؟ حصونهم ده المبتدأ، لكن قالك مانعتهم حصونهم من الله. ولو قال وظنوا أن حصونهم مانعتهم لما أشعر بزيادة وثوقهم بمنعها إياهم، كأن ثقتهم في الحصون مش في ربهم. شفت بقى اليهود كده، اليهود ما عندهمش ثقة في الله، عندهم ثقة في الأسباب بس. فهو ربنا إيه علشان يبين لك ما وقر في قلوبهم من خلل في الوثوق، فرح مقدم لك إيه
الخبر. وكذا راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لأن يريد له إيه؟ الإنكار عليه، شدة الإنكار. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ولو قال أأنت، هي إيه؟ أراغب هنا، أنت راغب، دي إيه؟ أنت راغب، يعني أنت دي هي المبتدأ وراغب خبر، فراح مقدم الخبر وحط عليه اسم ايه؟ حرف الاستفهام، اراغب انت عن، للتوبيخ، اراد له التوبيخ، فهمت؟ ولو قال اانت راغب عنها ما افادت زياده الانكار على ابراهيم. وكذلك واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا. واقترب الوعد الحق ولم يقل فإذا هي شاخصة أبصار، هي أبصارهم شاخصة، مش كده برضو؟ أبصار الذين كفروا شاخصة، أبصار مبتدأ وشاخصة خبر، راح جد إيه؟ راح مقدم الخبر على الإيه؟ المبتدأ. ولم يقل فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة، وكان يستغني عن الضمير، لأن كان في الحالة دي مش هيحتاج إيه؟ بدل ما يقول إيه؟ شاخصة أبصار الذين كفروا. ولم يقل فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة، وكان هيستغني عن هي، فإذا هي شاخصة، وكان يستغني عن الضمير اللي هو هي، لأن هذا لا يفيد اختصاص الذين كفروا بالشخوص. ومنه ما يدل على المعنى كقوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. العجيب يا أخي إن قصة البقرة ربنا سبحانه وتعالى ابتداها في القرآن بنهايتها مش بأولها، وذكر أولها في آخرها. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، طب ليه قال لهم كده؟ علشان هم قتلوا نفسه وادرأوا في قاتلها، فجاب لك السبب الأمر بذبح البقرة إيه في أولها، فهمت إزاي؟ سبب الأمر في أولها وإيه وبداية القصة أخرها، فهمت بقى؟ يعني كان سبب أمره بذبح البقرة إيه؟ إن هم اتدارأوا في قتل نفس. الدرأة يعني إيه؟ الدرأة يعني كل واحد درأ عن نفسه التهمة، أبعد عن نفسه التهمة. مين اللي قتل دي؟ مش أنا، وإنا مش أنا، وإنا مش أنا، وإنا مش أنا، وإنا مش أنا. يبقى اتدارأوا، درأوا يعني إيه؟ يعني تجنب، درأوا أبعدوا عن أنفسهم التهمة. فلما حصل هذا سيدنا إبراهيم ربنا أوحى إليه قال له خليهم يذبحوا بقرة، وامسك بعضها أي قطع منها بعد ذبحها واضرب الميت، هيقول لك مين اللي قتل ويموت تاني، فهم؟ فهم بقى مش فاهمين كده، قالوا يا إيه، إحنا دلوقتي بنتكلم في قضية قتل نفس والناس تقوم تقول لنا نذبح بقرة، أنت بتهزر معانا ولا إيه؟ أتتخذون هزوة؟ إيه علاقة البقرة وذبحها في قضية قتل وبنبحث عن القاتل؟ فهمت ازاي؟ ده سبب انهم قالوا اتتخذون هزوا على سوء ادبهم وعدم استسلامهم لامر نبيهم، فهمت؟ وعشان كده قالك فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فضربوه لانه كان في واحد كان مستعجل يقتل ايه ابوه عشان يورثه، فقتل ابوه وبعدين ايه عمل نفسه ان هو ايه واقف كده ايه بياخد عزبه وهو اللي قاتل، يقول لك يقتل القتيل ويمشي في جنازته. وبعدين ايه حصل المشكله دي، فلما قتل لما عملوا البقره وضربوه قام الراجل المقتول ده قال فلان قتلني ورجع مقتول تاني. هي على سبيل ايه؟ على سبيل خرق العاده، معجزه لنبينا سيدنا ايه لنبيهم سيدنا موسى. وجميع الانبياء انبياء لينا برضو، خد بالك، لان احنا امه جمعت كل الانبياء وامنا بجميع الانبياء. ومنه ما يدل على المعنى، وعلشان كده يشوف ايه سبب هنا التقديم ايه والتاخير اللي يدل على المعنى، فاخر القضيه القتل وقدم الامر بايه بذبح البقره، لان هي دي اللي هتدلك على سبب القاتل. قال البغوي هذا اول القصه وان كانت مؤخره في التلاوه. وقال الواحدي كان الاختلاف في القاتل قبل ذبح البقرة،
وإنما أخر في الكلام لأنه سبحانه لما قال إن الله يأمركم، علم المخاطبون أن البقرة لا تذبح إلا للدلالة على قاتل خفيت عينه عليهم، فلما استقر علم هذا في نفوسهم أتبع بقول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، على جهة التوكيد، لا أنه عرفهم الاختلاف في القاتل بعد أن دلهم على ذبح البقرة. وقيل إنه من المؤخر الذي يراد به التقدم وتأويل، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فسألتم موسى فقال لكم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وأما الزمخشري ففي كلامه ما يدل على أن إرادة إنما كان يتأتى على الوجه الواقع في القرآن لمعنى حسن لطيف استخرجه وأبداه، ومنه قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأصل الكلام هواه إلهه، كما تقول اتخذ الصنم معبودا، لكن قدم المفعول الثاني على الأول للعناية، كما تقول علمت منطلقا زيدا لفضل عنايتك بانطلاقه. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. لكن العلة ليه بقى ربنا جايب لنا قصة البقرة في أول سورة البقرة بعد صفحتين ثلاثة من القرآن في الأول خالص؟ عشان يعلمنا التأدب مع النبي. لما النبي يأمرك بحاجة ما تقولش إيه، ما تقولش طب إيه العلة، انصاع على طول، لا تبحث عن العلة ولا الحكمة، لأنك لو بحثت عن العلة والحكمة لكنت عبد الحكمة ولست عبد الحكيم. فهمت بقى إزاي؟ فهو عايز يقول لك كده، فخليكم مع حبيبي ده، اوعى تعملوا زي ما اليهود كانوا بيعملوا مع موسى عليه السلام. حبيبي لابد انك انت تسمع كلامه حتى ولو لم يتضح لك علة كلامه، لانك لست عبدا للحكمة ولكن عبدا للحكيم الذي يتكلم على لسان الحبيب. فهمت بقى؟ ادي خلاصة السبب. فبيعلمنا الادب، مش كل حاجة يقولها لك النبي. طب وليه بقى نعمل كده؟ عشان كده الصحابة ما سألوش حاجات كتير، ما سألوش ليه الظهر 4 ركعات، وليه ما كانش 6، وليه ما كانش مثلا 2، ده احنا بنبقى ايه شغالين في شغلنا وعايزينها تبقى خفيفة شوية عشان نلحق ما نتعطلش عن شغلنا، وبعدين ليه العصر 4 ركعات واحنا بعد ما اشتغلنا كتير تعبانين شوية ومرهقين كده؟ طب ليه ما خلاهاش، طب ليه ما أجلش العصر شوية لما نروح البيت نستريح شوية؟ ما عملش كده الصحابة، لقطوا على طول، لقطوا من القصة دي ان النبي يقول لهم سمعنا وأطعنا على طول، ما يسألوش. فإن ظهرت لهم الحكمة خير وبركة، ما ظهرتش ما لناش دعوة، احنا نسمع كلام النبي لان كلام النبي مبلغ عن ربه. كذا الأنبياء اذا امرهم الله بشيء لا يسألون عن العلة. فاهم؟ لما سيدنا إبراهيم شاف في المنام يذبح ابنه، ما قالوش ليه يا رب بتأمرني بذبح ابني، ده فلزة كبدي، ده حبيبي، ازاي اللي تعمل كده فيا يا رب، ليه كده بتعذبني يا رب، طب اديتهوني ليه يا رب وخلتني اتعلق بيه وبعد ما كبر كده وفرحت بيه تقول لي اذبحه، انت بتحصرني ولا ايه؟ ده قله ادب بقى، عمره ما يقول كده الانبياء. فهمت بقى ازاي؟ لو كان امرك انت كده كنت ممكن تقول كده واكتر، ممكن تقول كده ايه واكتر. ساعات الانسان ربنا يرزقه بابن يفرح بيه ويبقى ناجح ونابه، وبعدين في عز شبابه يقتل، يموت في حادثه عربيه في مرض شديد، يوم يقول يا رب بعد تقولي وعلقت قلبي بيه وبتاع تقوم تعمل فيا كده، ما كنتش اديتوني احسن. دي اسمها غباوة، هذا الاسلوب غبي. شوف سيدنا ابراهيم قال له اذبح ابنك، قال له حاضر، قام على طول. وابنه ده مش اي ابن، ده نبي، ده نبي كمان، مش ابن في، انا بقول لك ابن نابه، ده بقى ابن نبي مش نابه. فهمت؟ علشان تتعلم الأنبياء سرعة انقيادهم لمولاهم دون أن يسألوا عن الحكمة. فهمت بقى إزاي؟ لأن المعتزلة كان إيه أثاروا قضية إيه حكمة كل أمر، فإن غابت الحكمة يقعدوا يتلككوا في الفعل. لا، أهل السنة والجماعة ما يعملوش كده، يسمعوا على طول الكلام. القلب الكلب إذا ولغ في إناء أحدكم تغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، طب ليه بقى اشمعنى؟ ينفع الرمل؟ طب ينفع 6 مرات؟ طب 5 واحنا هنفصل، هتفصل انت؟ طب وش معنى الكلب بالذات؟ ما قالوش كده الصحابة، قالوا حاضر وخلصنا. اذا ولغ الكلب يجيب الاناء يحط عليه شوية تراب ويدعكوا وبعدين يشطفوا ايه 6 شطفات ويعدوهم، 6 شطفات يعدوهم،
طب ليه ستة مش خمسة؟ ما كل نجاسة احنا بنغسلها بأي حاجة، المهم تزول أثرها، مش مشترط فيها العد، مش كده بر اشمعنى دي؟ ما قالوش اشمعنى. احنا اللي بنقول اشمعنى لأننا احنا عندنا شوية غباوة، غباوة ايه وقلة انقياد وتلكؤ، لكن الصحابة ما كانوش كده. فالصالحين ما عندهمش تلكؤ في الانقياد، وما عندهمش برضو طب ليه حرم علينا الخنزير وأحل لنا البقرة، والدودة الشريطية موجودة في البقرة وموجودة في الخنزير، يعني ده برضو في دودة شريطية، هو العلة الدودة الشريطية؟ يهبل، علشان هو حرم الخنزير عشان في دودة شريطية، حرم الخنزير علشان يتعبدك بذلك. تيجي بعد كده تشوف ايه احوال الخنزير، تلاقي الخنزير ليه احوال عجيبة، بيأكل النجاسات، ريحته مقرفة، حاجات كده كله شحوم، يعني حاجة مقرف كده للتقذر. طب افرض زال التقذر وخدت انا الخنزير ده واكلته اطهر اكل واحلى اكل وربته في قط الصالون، فيش احلى من كده بقى، واخد بالك، واعمل له حظيره مفيش انضف، برضه حرام، برضه حرام، مش عشان يقل التناول النجاسات، فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي لما يقول لك الخنزير حرام قول له حاضر ما تاكلش الخنزير، فهمت؟ ادي الطريقه. يبقى انت اياك تقعد تسال عن العلل وتتعلل، والا هيبقى ايمانك معلول، معلول يعني مريض، يعني ايمان في كورونا، واخد بالك، وفاقد تذوق والشم، لا بتشم ولا بتتذوق مسكين، وبالتالي لن تذوق حلاوة الايمان. فاهم؟ نقف عند أحد حد على اي حال ونكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن الغافلون.